بعدما كشفت وثائق أسامة بن لادن، هل بقي عاقل على وجه الأرض يشك في إرهاب النظام القطري وإعلامه وإيران؟ المتحزبون لن يعجبهم ذلك، نعرف، وسيحاولون زرع الشكوك قدر ما يستطيعون، نعرف، وسيبحثون عن أي مخرج ليوهموا أنفسهم بصدق مواقفهم، نعرف، ولكن الوقت تجاوز سوادهم. جزء من هذا الإرهاب حاولوا في يوم ما أن يستهدفون به، ولكن فات على أحلامهم أن هذا الوطن لا يخترق، وأن هذا الشعب لا تفرقه الأحزاب ولا يؤمن بالانقسامات. ولسنا ممن سلموا إعلامهم وصوتهم وبلدهم لصانعي الإرهاب وجعلوه لعبة رخيصة بين أيديهم. صدق سعود القحطاني يوم قال: سفينة الدوحة بليا مجاديف وقبط طانها ما هو بيم القيادة، يلعب بها عزمي بشارة على الكيف فاسد وشوفوا وش نتائج فساده. القاعدة، الجزيرة، النظام القطري، إيران، أربعة أوجه لإرهاب واحد. نشرت السلطات الأمريكية قبل أيام أحدث دفعة من الوثائق التي جلبت من منزل أسامة بن لادن زعيم القاعدة الذي قتل فيه بباكستان. وبين الوثائق واحدة من 19 صفحة تحتوي على تقييم لعلاقة الجماعة مع إيران. ويوضح كاتب الوثيقة وهو من القيادات أن إيران عرضت على تنظيم القاعدة كل ما يلزم بما في ذلك المال والسلاح والتدرب في معسكرات حزب الله في لبنان مقابل ضرب المصالح الأمريكية في السعودية والخليج. كما تضمنت الوثائق المنشورة مقطع فيديو لزفاف حمزة نجد أسامة بن لادن المرجح أن يكون قد أقيم في إيران. ورغم الخلافات بين القاعدة وإيران أظهرت الوثائق بعضا منها، إلا أن زعيم التنظيم أسامة بن لادن حذر رفاقه من تهديد إيران. وفي رسالة نشرت في وقت سابق وصف بن لادن إيران بأنها الشريان الرئيسي للأموال والموظفين والاتصالات لتنظيم القاعدة. ويعترف بن لادن في مذكرات شخصية بخط يده بأنه كان منتميا للإخوان المسلمين على رغم وصفه مناهجهم بأنها محدودة. وثائق كشفت المستور وباحت بالكثير من الخفايا والأسرار. للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلي في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الأنصاري. دكتور وحشتنا وحياك الله. الله يسلمك، أنت أكثر، الله يبارك. حلقة جديدة من حلقات أوجه الإرهاب تنفضح فيها مجموعة من الداعمين للإرهاب المعروفين أساسا، ولكن هذا تأكيدا لما كنا نذهب إليه في كثير من طرحنا. كيف تعلق؟ صحيح صحيح، كلامك صحيح. العلاقة ما بين إيران والقاعدة قديمة جدا، وربما أنه الوثائق اللي نشرتها وكالة المخابرات الأمريكية تأكيد وتوثيق لهذه العلاقة. كثير سمع عن علاقة إيران مع القاعدة وأنها تبنت بن لادن بعد أحداث سبتمبر وأمنت له أمنت لمجموعة من القياديين في القاعدة ملاذ آمن لهم، ولكن كانوا في ناس كثير يشككوا في هذه المعلومات. الآن طبعا المعلومات اللي صدرت عن المخابرات الأمريكية معلومات بالصوت والصورة، يعني احنا بنتكلم عن ما يقارب أكثر من 400,000 وثيقة صوت وصورة وتسجيل مرئي. لذلك أنا أعتقد أنه ما في أحد حيشك. وحتى كمان المعلومات اللي سربت ما هي كل المعلومات، هذه طبعا جزء بسيط منها. أنا أعتقد أنه مع الزمن حنشاهد أكثر وأكثر وثائق تدين إيران وتضعها، يعني تعريها أمام المجتمع الدولي وخاصة الدول الأوروبية اللي في منهم لازالوا يتعاطفوا مع إيران بحكم بحكم المصالح الاقتصادية اللي تربطهم مع إيران. نعم، أهم المصالح المشتركة اللي كانت بين إيران والقاعدة واللي خلت إيران تتوجه لهذا الدعم. شوف، هي كانت مصالح متبادلة ما بين الاثنين، يعني زي ما قلت لك ما بعد أحداث سبتمبر إيران أمنت الملاذ الآمن لقيادي القاعدة وبالتالي شرطت عليهم أنه يحققوا أو ينفذوا أجندتها.
كانت القاعدة في فترة من الفترات قبل أحداث سبتمبر تتزعم ضرب الأهداف أو تتبنى ضرب الأهداف الغربية وخاصة أهداف الولايات المتحدة الأمريكية إن داخل إن على الأراضي الأمريكية أو خارجها. وبالتالي بعد أحداث سبتمبر وبعد أحداث الضرب الأمريكي للقاعدة في أفغانستان هربت القيادات حقتها واتجهت إلى إيران، وبالتالي إيران فرضت عليهم تنفيذ الأجندة اللي هي ضرب الأهداف الأمريكية أو ضرب استقرار واستهداف الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج، وبالتالي تحقيق أجندة إيران بزعزعة الاستقرار في الدول العربية. خليني كمان أؤكد على شيء آخر، إيران استخدمت القاعدة في بث الفوضى وفي زرع الفتنة الطائفية. كانت تستخدم إيران كانت تستخدم القاعدة لضرب الأهداف الشيعية في داخل العراق، وبالتالي تحريض الشيعة على ضرب السنة، ومن ثم ثارت الفتنة الطائفية في العراق ومن ثم اتجهت لسوريا. كانت القاعدة شريك رئيس في هذا المحقق. نعم، هي كانت المحقق الرئيسي إلى من 2006 لما كانت طبعا إيران اعتقلت بعض من أفراد القاعدة في إيران، ومن ضمنهم بعض أزواج أسامة بن لادن وابنه، وعلى ضوءها قامت القاعدة باختطاف الملحق التجاري في باكستان، وتمت مفاوضته المفاوضات ما بين الطرفين، وبالتالي إيران أفرجت عن المجموع اللي هم من ضمنهم أزواج أو زوجات أسامة بن لادن وابنه حمزة اللي زي ما شفنا في التقرير أنه هو أقام حفل زواجه في إيران. بالتالي العلاقة بدأت تشوبها نوع من التوتر، ولكن لازال يعني إيران استغلت القاعدة يعني حتى إلى آخر نفس، يعني لازالت إيران بتحتفظ بالقاعدة. نعم، الرسائل المنشورة أيضا نعم. كان فيها كلام عن الجزيرة ودعمها الإعلامي للقاعدة، ويبدو لي كان الأمر واضح. طبعا إحنا لا ننسى أنه كانت الجزيرة متبنية، كانت الـ 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 الناشر الحصري لتصريحات أسامة بن لادن، يعني الجميع يتذكر يمكن الأشرطة اللي كانت تبثها، وكانت تبث الرسائل، ورسائل كانت رسائل من بن لادن يتخللها تلك التسجيلات، كان بيرسل رسائل مشفرة للقاعدة بضرب أهداف وتنفيذ عمليات إرهابية. يعني جميع رجال الأمن كلهم يعرفوا أنه لما ترسل رسائل صوتية أو رسائل إعلامية عن طريق التلفزيون أو عن طريق الراديو لازم يكون فيها رسائل مشفرة. حتى هنالك بعض المعلومات تشير إلى أنه أحداث سبتمبر تم إرسال موعد تحديد أو موعد تنفيذ هذه العمليات عبر رسالة عن طريق بن لادن تم نشرها عن طريق الجزيرة، قناة الجزيرة. لذلك التعاون حتى كمان التعاون المشبوه ما بين قناة الجزيرة والنظام القطري. نعم، تسمح لي بس دكتور أقاطعك وأعلن يعني هذا الخبر اللي تشوفونه يعني على الشاشة الآن أمامكم عاجل. قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا في شمال شرق الرياض وتنجح في إبطاله، كما ننجح دائما في ردع الإرهاب وفي ردع الإرهابيين وفي ردع الميليشيات وفي ردع الإنقلابيين وفي ردع كل من يريد أن يؤذي هذا الوطن أو يضره أو يقترب من المساس بشبر واحد من أراضيه. سنظل دائما خط دفاع كبير جدا أمام كل المحاولات التي تحاول أن تنال من هذا الوطن، ولن تعود كل هذه الصواريخ ومطلقيها إلا بالخيبة والخزي والعار والدمار على أنفسهم وعلى الأماكن التي يحاولون من خلالها أن ينطلقوا إلى هذا الوطن. تسمح لي أقاطع موضوعك وأخذ تعليقك على هذا الخبر العاجل اللي معنا. الحمد لله رب العالمين. يعني تعرف سيدنا إبراهيم من قدم التاريخ دعا لهذه البلد وقال رب اجعل هذا بلدا آمن واجنبني وبني أن نعبد الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل حارس هذه البلاد بحكم يعني خدمتنا للحرمين الشريفين وخدمة زواره. وداني كمان حتى كمان يعني أهني القيادة الكريمة بهذا النجاح. يعني الحمد لله، شوف احنا في هذا الاستوديو بنسجل في منتهى الأمن والاطمئنان، رجالنا البواسل بيحرصوا هذه البلاد، إن القوات الجوية أو قوات الدفاع الجوي أو القوات البرية، الجميع بيقوم بمهمته على أكمل وجه ولله الحمد، وهذا اللي جعل هذا البلد مستقر.
الاستقرار ليس فقط أمنيا ولا عسكريا، ولكن الاستقرار في جميع النواحي. يعني أنظر الآن إن أي مواطن، أي مقيم على هذه البلد لو مرض حيجد أنه أفضل الخدمات الصحية بتقدم له. البلد هذه الحمد لله لا يعني لا يجد أي شك، أي لا لا يشكك أي شخص في مدى استقرارها الحمد لله وأمنها، ولذلك تجد المغرضين دائما يترصدوا بها، يترصدوا بالمواطنين، يترصدوا بهذا البلد الكريم. فلذلك يعني زي ما تفضلت وقلت انه يعني خابوا وخسئوا وسيخيبون دائما. نعم. ويمكن نتكلم شوي دكتور اذا سمحت لي عن النجاحات المستمره لقوات الدفاع الجوي في التصدي لمثل يعني كل الصواريخ البالستيه اللي حاولوا اطلاقها، ويمكن ما في افظع من انك تستهدف مكه المكرمه يعني. نعم. في وقت سابق وابطلناها. نعم صحيح. شوف النجاحات ليست وليدة اللحظه، من عايش 1990 والغزو العراقي للكويت وبالتالي حرب تحرير الكويت، يعني شاهد أن المملكة كانت ككل مستهدفة بما فيها الحرمين الشريفين. يعني الصواريخ يعني النظام البائد، نظام صدام حسين، كانت تستهدف المملكة العربية السعودية في جميع في جميع مدنها ومقدراتها، ولكن الحمد لله رب العالمين رغم ذلك لم يصبنا أي 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 خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. ربما أنه كان يهدف إلى نصر زائف، حتى اللي يعني الميليشيات الحوثية اللي بتطلق الصواريخ ومن يقف وراءهم إن كان النظام الإيراني أو من يدعمهم ماديا ومن يدعمهم معنويا النظام القطري، كلهم يعني راح يعني تصيبهم نفس الفشل. هذه أنا خليني أستذكر مقولة لأحد القيادين السياسيين قال يعني احذروا من رفسة البعير المحتضر. هذا هو البعير المحتضر. إيه؟ يعني ما في يعني ما في اكثر من هذا، من هذه الافعال ومن هذه الاقوال. الحمد لله احنا نجاحاتنا تسجل لنا، العالم كله يشهد بها. نعم. الاسبوع الماضي سمو ولي العهد اعلن عن المدينه الاقتصاديه. نعم. اعلن عن المشاريع كل اسبوع، يعني مشاريع الحمد لله يعني تنجز في المملكه العربيه السعوديه. الغير يعني ما بينجزوا إلا فشل، وبينجزوا إرهاب، وبينجزوا وبيلاقوا إدانة من مختلف دول العالم ومن مختلف المؤسسات الدولية والمؤسسات القانونية. مواطنينهم بتفرض عليهم عقوبات، الدولة نفسها تفرض عليها عقوبات، ولذلك يعني لا نستغرب أنه هذه برضو رفسة البعير المحتضر. نعم. وإذا ربطنا هذا الموضوع بالموضوع اللي كنا نتكلم عنه، الإرهاب هو وجه الإرهاب القبيح في صحيح. كل مكان، أيا كان ميليشيا، إيران، دولة، تنظيم، قاعدة، جماعة، نحن دائما نتصدى لهذا الإرهاب. خلينا نربط الموضوع بعده دائرة الإرهاب. نعم. يعني تبدأ من جماعة وتنظيم وتنتقل إلى ميليشيا وتروح إلى دولة، وإيران طرف ثابت في كل شيء. طبعا إيران تعتبر الإرهاب هو عقيدة لتحقيق أهدافها، لأنه بالسلم وبالعلاقات الجيدة، العلاقات السلمية مع الدول لا يمكن أن تحقق أهدافها. إيران لا تقوم أو لا تحقق أهدافها إلا عن طريق الفوضى، عن طريق زعزعة الدول. لذلك سعت جاهدة إلى استغلال ما يسمى بالربيع العربي لتحقيق أحلامها. لا تستغل يعني شوف، لا يمكن أنه أحد يصدق أنه الإيرانيين أو النظام الإيراني، نظام الملالي، بيخدم الشيعة في العالم العربي أو في العالم. لا، بتحاول أنه إيران أنها تزعزع دول الشرق، الدول العربية، في محاولة إلى إعادة إحياء ما تسميه حلم إقامة أو إعادة إنشاء الإمبراطورية الفارسية. ليست إمبراطورية تقوم على الدين، ولكن تقوم على التوسع وضرب مصالح الدول وزعزعة استقرار الدول. يمكن احنا دكتور من زمان كاشفين فكرة دعم إيران للإرهاب، ولكن كشف الوثائق اليوم، توارد الأدلة الكثيرة على تورط إيران للإرهاب، رسائل مهمة لمين؟ شوف الولايات المتحدة في الوقت هذا بالذات يعني أفرجت عن هذه المعلومات، زي ما قلت لك في بداية الحلقة، لأنه لإعادة أو تغيير من لا زال يؤمن أنه إيران دولة صالحة، أو أنه زي ما إحنا سمعنا خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في جامعة عربية، من يدعي أنه إيران دولة شريفة
من يدعي أو من يؤمن أن إيران دولة شريفة، هذه أكبر دليل على أنها دولة غير شريفة ولا تمس للشرف بأي صلة بحكم أنها تتعامل مع القاعدة. القاعدة معروفة وصنفت على مستوى العالم، على مستوى دول العالم، أنها أكبر دولة أو أكبر منظمة يعني تدعم أو تقوم بأعمال إرهابية، وبتؤجر حتى كمان يعني خدماتها لمن يدفع. علاقتها مع إيران الآن كشفت، وهذا طبعا إدانة واضحة بالوثائق لمن لا زال يعتقد أن إيران قد يعني تعود إلى جادة الصواب أو أنها يعني تتخلى عن النظام الثوري وتصبح دولة، لأن إيران ليست دولة ولا تمت للمجتمع الدولي بأي صلة، لأنه هي نظام ثوري يقوم على فكرة تصدير الثورة وزعزعت الاستقرار في دول العالم. الآن بعد أيضا توارد كل هذه الأدلة والوثائق، هل نتوقع أن تكون هناك خطوات دولية على ميضد إيران؟ نعم، شوف الولايات المتحدة تهدف من وراء يعني نشر هذه الحقائق إلى إقناع أوروبا بالذات في هذا الوقت بتغيير وجهة نظرها حيال إيران، ويعني الركوب أو إنه يعني دعم الولايات المتحدة، دعم جهود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى محاصرة إيران ووضعها يعني ليس إقناعها، الضغط عليها للتخلي عن فكرة دعم الإرهاب أو إنه دعم المجموعات الإرهابية. هذه طبعا تعرف مجرد أنه ذكر القاعدة الجميع يتبادر إلى ذهنه العمليات الإرهابية اللي نفذتها القاعدة، استهدفت أفراد، استهدفت دول، ما في دولة من الدول يعني لم تمتد أيادي إيران أو أيادي القاعدة لتهديد استقرار هذه الدولة. المملكة العربية السعودية من عام 1990 وهي بتعاني من العمليات الإرهابية اللي كانت يعني تتبناها القاعدة. الجميع يتذكر أحداث التفجيرات العليا، بعد ذلك ما تلاها من أحداث دموية والحرب الشرسة اللي قامت بها المملكة العربية السعودية في سنة 2003 وامتدت إلى 2006 أو 2007 في مواجهة الإرهاب ومواجهة القاعدة. وطبعا يعني كان الحمد لله سجلت نجاحات باهرة في هذا المجال وقلمت أظافر القاعدة، وطبعا تعرف العالم كله شهد بنجاح المملكة العربية السعودية. الآن في الوقت هذا الولايات المتحدة بتبنيها لسياسة مكافحة الإرهاب والمملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي في هذه الحرب بيحاولوا إقناع الدول عن طريق الوثائق، عن طريق مركز مكافحة الإرهاب، مركز مكافحة الفكر الإرهابي اللي تم إنشاؤه، عقد القمة اللي جرت في مايو بداية هذا العام. كل هذه المجهودات تصب في خدمة أمن واستقرار العالم من خلال مكافحة الإرهاب. نعم، الآن إيش الحل اللي ممكن يتخذ كحل جذري لإيقاف إيران ودعمها للإرهاب؟ إيران لا تفهم إلا لغة القوة، يعني لا يمكن مواجهة إيران إلا من خلال الضغط عليها بقوة. مثل هذه المعلومات اللي تم تسريبها، وطبعا تعرف القائمة تطول، يعني صحيح. تعرف إحنا وانت قلت إنها جزء، يعني نعم يمكن ما خفية كان أعظم. نعم، هذا مجرد 19 صفحة اللي تم في ذكر إيران وعلاقتها بالقاعدة. طبعا هنالك طبعا عمليات كثيرة جدا، عمليات إعلامية وربما حتكون عمليات استخبارية، لأنه نعم. الولايات المتحدة تضررت كثير جدا من التصرفات الإيرانية، وحتى كمان المحاكم الأمريكية. يعني قبل فترة وجدنا أنه تم إدانة إيران بتورطها في عمليات أو في أحداث سبتمبر، وبالتالي فرضت عليها عقوبات مالية وصلت إلى مليارات الدولارات، والآن حتى كندا نفس الشيء. نعم، والآن ستفرض عليها أكثر أكثر وأكثر. الدكتور أحمد الأنصاري، شكرا جزيلا لحضورك معنا في أنا هذا. شاكر جدا، كل الشكر لك. أذكر قبل نهاية هذه الفقرة بالخبر العاجل الذي أوردناه لكم عن تصدي قوات الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي شمال شرق الرياض. سيحاولون وسيعودون بالهزيمة والخيبة دائما، سيطلقون صواريخهم وسنتفرغ لصناعة المستقبل وتحقيق رؤيتنا العالمية، سيبثون إرهابهم وسنردعهم ونتفرغ لصناعة المحبة والسلام والإنسانية. هذا الوطن أكبر من الإرهاب، أكبر من الصواريخ، وأكبر من كل سواد يحاول أن يقترب منه. ولم نكذب حين تغنينا أنت ما مثلك بهالدنيا بلد. فاصل ومكملين.